السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري القطري دوري نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت الموافق 8/1/2022 8 يناير 2022. وفي حاجة حصلت في مباراة الوقرة والريان، تمت إيقاف اللاعب في مباراة الوقرة والريان، لم تستكمل المباراة في الشوط الثاني. اللاعب عثمان كوليبالي، خليني أقول لك الموضوع بالظبط. يعني جاء قرار ايقاف المباراه في ظل الاصابه الخطيره وحاله الاغماء اللي تعرض لها لاعب الوقره عثمان كوليبالي بعد سقوط مرعب خلال الشوط الاول، وده اللي حصل. فاتفق الفريقين، اعلن حكم اللقاء ان فريق الوقره والريان رفض اكمال المباراه بعد نقل اللاعب المستشفى، بس الحمد لله اطمننا على حياه اللاعب وبقى كويس الحمد لله رب العالمين. المهم ان المباراه توقفت بسبب هذا الامر. اما الخور فتعادل امام مصلال 1-1، احرز هدف الخور سعيد ابراهيم في الدقيقه 79 وهدف مصلى عن طريق ايمن حسين في الدقيقه 63. الدحيل فاز على العرب 2-0، احرز هدفين مايكل اولونغا في الدقيقه 4 ومايكل اولونغا في الدقيقه 48. متابعين الكرام، بدات الجوله امس الجمعه 7/1/2022. طبعا احنا بنتكلم في الجوله 13 من الدوري القطري. السريه خسر من الشمال 0-2 والغرافه تعادل امام الاهلي 0-0. اما مباراه السد وقطر تم تاجيلها بسبب فيروس كورونا. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين. متصدر ترتيب فرق الدوري القطري في المركز الاول السد ب 31 نقطه، الدحيل في المركز الثاني ب 29 نقطه. كده السد مؤجل له مباراتين والدحيل لعب مباراته كامله. في المركز الثاني 29 نقطه. الغرافه المركز الثالث ب 23 نقطه، الوكره المركز الرابع ب 20 نقطه، العربي المركز الخامس ب 20 نقطه، ام صلال المركز السادس ب 19 نقطه، الريان المركز السابع ب 13 نقطه. هو اتحسب ان هي انتهت 0-0، طبعا الكلام ده مش صح، يعتبر 12 نقطه ولعب 12 مباراه بس. الاهلي في المركز الثامن ب 13 نقطه، قطر المركز التاسع ب 12 نقطه، الشمال المركز العاشر ب 12 نقطه، الخور المركز الحادي عشر ب 9 نقاط، السليه المركز الثاني عشر الاخير ب 5 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين مايكل اولونغا لاعب الدحيل في المركز الاول ب 15 هدف، في المركز الثاني بغداد بنجاح لاعب السد ب 11 هدف، وعلى المركز الثالث اندريا ايو لاعب السد ب 9 اهداف، المركز الرابع ايمن حسين لاعب ام صلال ب 8 اهداف، المركز الخامس شيخ ديابيتي لاعب الغرافه ب 6 اهداف، وخيسوس مدينه لاعب الشمال ب 6 اهداف ايضا. اما متصدر صناعه الاهداف اللاعب اكرم عفيف لاعب السد متصدر صناعه الاهداف، صنع 9 اهداف، المركز الثاني المعز علي لاعب الدحيل صنع 5 اهداف، واسماعيل محمد لاعب الدحيل وسفيان هاني لاعب الغرافه. المركز الثالث بغداد بنجاح لاعب السد صنع 4 اهداف، وجابريال بريس لاعب الغرافه، وحسن ليدوس لاعب السد، وجيمس رودريغيز لاعب الريان، ورودريغو تباتا لاعب السد، وياسين البخيت لاعب ام صلال. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.